بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله وعلى بركة الله، أبدأ معاكم أول لقاء على قناتي على اليوتيوب. وفي اللقاء ده أحب أوضح فيه بعض الأمور، والبداية بتاعت إنشاء للقناة أو فكرة إنشاء قناة على اليوتيوب. طبعا أي إنسان بيوصل للمرحلة بتاعت سن 60 أو إنه يطلع على المعاش، فبيفكر إنه هو يكتب تاريخه أو يكتب مذكرات عن حياته وكده. فالفكرة جت من هنا إن أنا أعمل قناة على اليوتيوب، أستغل التكنولوجيا والعصر الجميل اللي احنا عايشين فيه والإمكانيات المتاحة، إن الواحد يعمل بدل ما يكتب ومعادش حد بيقرأ كتب. فأسهل وسيلة للتواصل بين الناس النهاردة هي الفيديوهات ومواقع التواصل الاجتماعي. فمن هنا جت الفكرة ان انا اعمل قناة واتواصل بيها مع الوسط بتاع الكاراتيه. كان بداية الفكرة ان انا استغليت وقتي وحاولت ان انا اعمل شيء مفيد، فقلت طب ليه لأ اما اعمل قناة وابدأ انشر فيها الكتب بتاعتي مرة تانية بعد فترة غياب طويلة في الغربة. فحبيت ان انا اتواصل مع الناس وتبقى الفكرة دي فكرة فيها فوائد ليا وللوسط بتاع الكاراتيه عموما، للمدربين وللاعبين. والفكرة دي اخدت مني مجهود كبير جدا في عمل واعداد الكم الهائل من الصور والنسخ الكاملة بتاعت الكتب الثلاثة. فحاولت ان انا اعمل لها اخراج بطريقة جميلة وطريقة جديدة مبتكرة، بان اطلع الكتات كل كاتة على حدة واعمل لها ميوزك باك جراوند واوقفها صورة صورة بحيث اللي يحب يطلع عليها يشوف الكاتة غير ما بيتفرج على الفيديو العادي. اي كاتة بتؤدى من اي لاعب او اي مدرب بتؤدى بطريقة سريعة، ما بيلحقش الإنسان يتفرج عليها أو يدقق فيها إلا ما لازم يعمل نقاط توقف أو يشغلها بالبطيء عشان يراجع حاجة معينة أو يشوف نقطة فنية معينة. فالفكرة جت إن أنا أعمل الكتات بالطريقة ديت ومشي معاها ميوزك بحيث اللي بيتفرج ما يتمللش ويراجع كل كاتة على حدة ويتوقف فيها زي ما هو عايز، لأن هي فيها البطء بتاع تحريك الصورة داخل الفيديو بيخلي الإنسان يركز في كل حركة على حدة وتتم المراجعة في النهاية. وطبعا الكتب ما أخدتش حقها في النشر في الفترة اللي أنا كنت قاعد فيها في مصر قبل السفر. بداية نشر الكتب دي طبعا كانت سنة 98 و99 و2000 و2001، الفترات دي اللي أنا نشرت فيها الكتب الثلاثة، والحمد لله لقت القبول. بس ما قدرتش يعني نجحت في كل مكان، ودخلت بيها معارض للكتب السنوية اللي هي بتقام في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ونشرت الكتب دي عن طريق دور النشر المشاهير المعروفة. أشهر دار نشر في موضوع الكتب الرياضية اللي هي دار الفكر العربي. طبعا شاركت مع بالنشر مع الأهرام ومع عدة دور نشر داخل مصر وخارج مصر. بس حسيت إن الكتاب أو الكتب ما أخدتش حقها في النشر كما ينبغي. يعني كان الكتب دي بتطلب مني في وجه قبلي، ما كنتش بقدر إن أنا أودي الكتب دي لأن العملية في غاية الصعوبة التوزيع. يعني هي توزعت في وجه بحري الحمد لله، وكانت مطلوبة مني في جميع محافظات مصر، بس للأسف أنا ما كنتش بقدر أسد الطلبات ولا التواصل مع المدربين في الفترة دي، ما كانتش الأمور سهلة زي دلوقتي يعني. وجيت في سنة 2004 لما سافرت تاني قطر فتوقف عملية النشر. فأنا حسيت في الوقت ده إن يجب إن أنا أعيد نشر الكتب دي عشان توصل لأكبر عدد من الناس وأكبر عدد من الممارسين. ولولا ان الكتب دي لقت النجاح ومطلوبة مني لغاية الوقت، الناس بتطلبها مني الحمد لله من فضل الله يعني. لان الكاراتيه مهما اتطور فيه اشياء ثابتة وما يعني ما بتتغيرش.
التغير بيكون في القانون، بيتغير في التكنيكات، انما في اشياء ثابته في الكاراتيه، في اساسيات الكاراتيه وفي الكاتات وفي الفنيات. والامور الفنيه دي طبعا كل مدرب بيعرفها. فالحمد لله الكتب فيها الكثير والكثير من المعلومات، وفيها اشياء فنيه كتير، وفيها من مراجع الكتب، من امهات الكتب اليابانيه، ومشيت فيها على الستاندر كاتا والستايل بتاع ده طبعا، او التكنيكات اللي بتتأدى بيها الكاتات كانت في وقتها ماشي على الستاندر كاتا بالظبط. ومن هنا لما بدأت العمل وطلعت الكتب الحمد لله بفضل الله، كانت الفيديوهات طالعة بطريقة جميلة ومبتكرة ولقت القبول، وحسيت ان الناس بتستحسن الشيء ده. فالحمد لله وصلت وقلت ايه يا جماعة، انا هعمل الكتب، وبعد كده هعمل ذكريات لي، وهعمل التاريخ بتاعي، عشان على اساس ان انا الفرصة ان القناة دي تعتبر مرجع للاعيب الكاراتيه ومدرب الكاراتيه فيما بعد، وتبقى ذكرى طيبة لينا بعد عمر طويل الحمد لله يعني. وبعدين تناقل الخبرات والمعلومات بيبقى شيء مهم جدا. احنا في عالم مفتوح، ما عادش فيه شيء متداري ولا مستخبي، كل شيء بيظهر للعلن، وكل شيء موجود على اليوتيوب. التاريخ من بداية الكاراتيه في اليابان إلى وقتنا هذا، والتطور الرهيب اللي حاصل في جميع دول العالم، وجميع المعلومات متاحة للجميع. بس هي العملية عملية صبغة شخصية، يعني أنا ممكن أوصل معلومة بطريقة معينة، أو يكون لي أداء بطريقة معينة، وأفيد بيه اللي حواليا. واللي بينتقي المعلومة بيحاول يشوف أكتر من مصدر ليها، على بال ما توصل المعلومة وينتقي الأحسن ليه أو اللي يتناسب معاه. فأنا حاولت إن أنا أعمل نشر مرة تانية للكتب بتاعتي بطريقة جميلة، أنا بعتبرها جميلة لأنها جديدة من نوعها يعني. وفي نفس الوقت حبيت إن أنا الجيل القديم، طبعا الجيل بتاعي جيل السبعينات، والمدربين القدامى والناس الأفاضل كلهم عارفين، إحنا عارفين بعض كويس جدا، بس الأجيال الجديدة ما تعرفش إن في راجل قديم كان لاعب في منتخب مصر سابقا وكان مدرب، ويا ما طلعت أجيال من اللاعبين والأبطال على جميع المستويات الحمد لله من فضل الله في مصر وخارج مصر. والفيديوهات بتقول يعني، اللي يدخل على القناة حاليا يعني يشوف، هيشوف تاريخ طويل من الكاراتيه، وهيشوف تاريخ طويل من ممارستي للدفاع للنفس، الاشتباك والدفاع عن النفس. طبعا انا اتغربت في قطر على 3 مراحل على مدار 30 سنة. المرحلة الأولى بدأت من سنة 87 لما رحت قطر، وكان علاء السعيد رحمة الله عليه هو اللي طبعا كان سابقني في قطر، وكان بدايات هناك، وهو اللي أنشأ الكاراتيه في قطر. وأنا طبعا لما لحقت بيه بعدها بسنتين في 87، هو راح في 85، أنا رحت في 87. التاريخ اللي انا بقوله ده موجود في من خلال فيديوين او على جزئين لتاريخ الكاراتيه في قطر، هو موجود اللي حابب يطلع على تاريخ الكاراتيه في قطر. بس المناسبه ان انا بقول ان انا رحت قطر على 3 مرات واتغربت فيها، ومرت ظروف ان انا ما وصلتش ال 30 سنه مره واحده. الناس بتستغرب ان انا موجود في مصر وموجود في قطر، طب ازاي الكلام ده؟ فالتوضيح هنا ان انا رحت فترة ورجعت مع حرب الخليج، ورجعت سافرت تاني فترة تانية قعدت حوالي 5 سنين ورجعت تاني نتيجة الظروف السياسية اللي بتحصل بين مصر وقطر. وبعد كده انا لما جيت قعدت 6 سنين في مصر الحمد لله برضو رجعت للوسط تاني ومارست التدريب. بالنسبة لعملية القناة والنشر اللي أنا بنشره والفيديوهات اللي أنا بعملها سواء قديمة أو جديدة، الفكرة إن أنا بوصل معلومة معينة للناس. بس في الوقت الحالي التواصل هيكون بطريقة فيديوهات هعملها إن شاء الله بأمر الله، وعن المرحلة المقبلة إن شاء الله، أو الأفكار بتاعتي اللي أنا هطرحها في القناة. وفي نهاية اللقاء ده أنا بشكركم على حسن الاستماع، ونلتقي على خير بأمر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.